السيدات والسادة متابعي قناة الموسوعة التاريخية لإعلام حلب الكرام، أنقل لكم لمحة موجزة عن سيرة علم من أعلام حلب الشهباء، الفنان التشكيلي العالمي لؤي كيالي، نجم الستينات في الفن التشكيلي السوري. ولد لؤي كيالي في حلب عام 1934، بدأ الرسم وهو في 11 من عمره، حيث لاقى التشجيع من أهله وكل من يحيط به، حتى نظم أول معرض لأولى لوحاته في مدرسة التجهيز في حلب عام 1952. التحق بعد الثانوية بكلية الحقوق في جامعة حلب، ولكنه لم يكمل مرحلته الجامعية وتابع مجال الفن، وشارك في السنة التي تلت تركه للجامعة بمعرضين وفاز بالجائزة الثانية. عرض لؤي كيالي أعماله لأول مرة عام 1952، حيث التقى الفنان التشكيلي العالمي وهب الحرير الرفاعي، وشكلا صداقة قوية بينهما دامت لبقية حياة لؤي كيالي. ساعده الفنان وهبي الحريري في الفن، وقدم له الكثير من العون والنصائح، وعرفه على الفنان فاتح مدرس، والذي كان له الكثير من الفضل على لؤي كيالي في بداية طريقه الفني. بعد أن أوفد لؤي كيالي لدراسة الفن التشكيلي في إيطاليا، تخرج من كلية الفنون الجميلة في نابولي. عاد بعدها إلى سوريا وبدأ التدريس في ثانويات دمشق، وانتقل بعدها إلى التدريس في كلية الفنون الجميلة. المعارض التي أقامها لؤي كيالي: شارك في العديد من العروض والعديد من المسابقات، وحصل على الجائزة الأولى في مسابقة سيسيليا والميدالية الذهبية للأجانب عام 1959. نظم أول عرض شخصي له في روما عام 1959، ومثل بلده سوريا إلى جانب الفنان فاتح مدرس في معرضه في مدينة البندقية عام 1960. نال جائزة ثانية في مسابقة ألاتري، ولم يتوقف بعدها عن تنظيم المعارض، فأقام معرضه الخاص الثاني في صالة المعارض في مدينة روما، كما أقام معرضه الثالث في صالة الفن الحديث العالمي في مدينة دمشق، وكان ذلك المعرض من أهم المعارض الأولى له في مدينة دمشق، كما أقام معرضه الرابع في نفس الصالة عام 1962، وأقام معرضه الخامس في مدينة ميلانو الإيطالية، وكان معرضه السادس في صالة الكارينيه في مدينة روما. استمر لؤي كيالي في تنظيم المعارض الخاصة، وعاد بعد معرضه السادس إلى سوريا، مقيماً معرضه السابع في المركز الثقافي العربي في مدينة دمشق عام 1967، ورسم لوحة بعنوان ثم ماذا، كان لها أثراً كبيراً في هذا المعرض، أدت إلى ابتكار 30 لوحة تتكلم عن معاناة المواطن العربي في مسيرة التحرر. وانتقل المعرض بعدها إلى العديد من المحافظات السورية. أقام لؤي كيالي معرضه الثامن في مدينة بيروت في عام 1971، وأقام معرضه التاسع في صالة الشعب للفنون الجميلة بدمشق عام 1974. نظم لؤي كيالي آخر معرضين له في صالة الشعب للفنون الجميلة في مدينة دمشق، فكان المعرض 11 في عام 1976، والثاني عشر والأخير في عام 1978. حاز لؤي كيالي على الميدالية الذهبية للأجانب في مسابقة رافيتا. إن لؤي كيالي لم يكن يسبق عصره، لكنه كانت تخامره أحاسيس بأنه عبقري وبأنه رسام يتعجل الزمن،
وأن سعيه لتجسيد لذته بالجمال، جمال الفكرة التي يطرحها كموضوع لعمله، وجمال المشهد اللوني الذي يزين الفكرة. لقد تميز لؤي كيالي بالجهد الدؤوب والعمل الجدي المستمر في البحث الفني، فتارة يتخذ معلولة مركز لبحثه فلا يترك منها زاوية إلا ويتأملها بخطوط سوداء ومساحات رمادية أو زرقاء أو ألوان ضبابية متداخلة، وتارة ينقل جهده إلى جزيرة أرواد ويحاصر الصيادين في ساعات ترميمهم الشباك ويقنصهم في أوضاع جلساتهم الغريبة. وكثير ما كان يحلو له الركن في مقهى القصر بحلب فلا يترك الباعة الصغار دون اهتمام فيرصدهم في أكثر أعماله. أثرت وفاة والد لؤي كيالي به بشكل كبير في حياته، فزاد اكتئابه وخضع لعلاج بسبب ذلك، ولكنه على الرغم من ذلك لم يتوقف عن المشاركة في العروض التي كانت تقام في دمشق. توفي الفنان العالمي لؤي كيالي عام 1978 ودفن في حلب في مقبرة الصالحين بتاريخ 20 شباط عام 1979. أقيم في دار الكتب الوطنية في حلب حفل تأبين له من قبل نقابة الفنون الجميلة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وفي مساء اليوم ذاته تم افتتاح معرض لأعماله في صالة المتحف الوطني بحلب. رحم الله الفنان لؤي كيالي. الأخوات والإخوة الكرام، يرجى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلكم ما نقدمه. شكرا جزيلا لكم.